السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، نواصل إن شاء الله. تكلمنا في المرة الماضية عن الكلاسز وذكرنا الرينجز لكل واحد منهم وعدد النتويرك والهوستس في كل جهاز في كل كلاس، طبعا الدي والإي تعقيبا على ما مضى، لا تستخدم لإعطاء الأجهزة أو الشبكات أي بي أدريسز. قلنا الدي للمالتي كاست والإي للفيوتشر بروسيجرز. اليوم إن شاء الله بعد هاي المقدمات راح نعرف جواب على سؤال إنه كيف الجهاز ممكن يعرف جهاز كمبيوتر مثلا أو مجموعة أجهزة متصلة مع بعضها، في جهاز مشبوك عبر الراوتر مثلا موجود على شبكة بعيدة أخرى سواء كانت وان أو أي شيء، المهم شبكة بعيدة شبكة أخرى، كيف ممكن هذا الجهاز إذا أراد أن يرسل معلومة إلى جهاز آخر أنه يميز هذا الجهاز الذي يريد أن يرسل إليه هو جهاز موجود على شبكته أو جهاز موجود على الطرف الآخر. قلنا هذا راح يتم من خلال شيء اسمه نتويرك اي دي، لأنه كل شبكة لها نتويرك اي دي خاص فيها. طبعا هذا بيتم من خلال شيء احنا بنسميه السبنت ماسك، خلال شيء احنا بنسميه السبنت ماسك. السبنت ماسك هو بيقوم بتعريف اجزاء من الاي بي ادرس، بحيث تكون هذا الجزء من الاي بي ادرس هو النتورك ادرس، والجزء الاخر هو النود ادرس او الهوست ادرس، مثل ما شفنا في الكلاسز. قلنا مثلا في الكلاس A بيكون اول بايت هو مخصص لل host network، الكلاس B كذا، الكلاس C كذا. السبنت ماسك هو في طبيعته هو عبارة عن 32 بت. سبنت ماسك هو عبارة عن 32 بت. مميزة هذه البتات انه هي عبارة عن سلسلة من الزيروز او سلسلة من الوحايد، والسبنت ماسك هذا لابد أن تكون السلسلة الأولى مثلا سلسلة البيتس واحد. فمثلا ممكن يكون عندك 32 بت إما سلسلة متواصلة وراء بعضها ونز أو زيروز، ما راح تلاقي في السبنت ماسك مثلا زي هيك. فيا إما ون متصل او زيرو متصل. مثلا خلينا ناخذ مثال ادرس كلاس والديفولت سبنت ماسك. ففي الادرس كلاس A الديفولت سبنت ماسك هو عبارة عن 255.0.0.0. لاحظ ان 255 لما بدنا ننفذها راح تكون ones 81 والباقي زيروز، فهو عبارة عن سلسلة متصلة من الوحايد. بالنسبة لبي هو 255.255.0.0، سي 255.255.255.0. لاحظ انه عدد الوحايد في الديفولت سب نت ماسك بالنسبة مثلا للكلاسز هاي الكلاس A، قلنا اول بايت هو اللي بكل النتورك، فكان عدد الوحايد هن كلها في البايت 1. في الكلاس B اول بايتين هي بتكون وحايد 255 و 255، اللي هي بتمثل في الكلاس بي مثل ما اخذنا في المره الماضيه اول بايتين من الاي بي ادرس، وكذلك بالنسبه للسي اول ثلاث بايتات بتكون اول ثلاث بايت بتكون كلها وحايد، لانه بنعرف انه 255 في الباينري هي عباره عن 8 ones، يعني 1 1 1 1 1 1 1 1 والزيرو زيروز. تمام، هاي ديفولت. طبعا كلمة ديفولت هون هذا الاشي الافتراضي، يعني وكأنه هاي الكلمة implicit، يعني ضمنيا ممكن يكون عليها، يعني وكأنه واحد بيقدر يقول طيب انا ممكن اعدل السبنت ماسك مثلا، ممكن يكون عندي سبنت ماسك غير هذا الشكل 255.0.0.0 او 255. نعم، هاو راح نعرفه later، راح نعرفه بعدين ان شاء الله. نروح على مثال نطبق عليه
اللي شفناه. هذا IP address. الـ IP address هو عبارة عن 192.168.5.23. هذا من أي كلاس؟ A غلط. طيب B برضو غلط. ومن كلاس C، لاحظ انه بلش ب 192 والكلاس سي من 192 ل 223. الصبنة ماسك الافتراضي اللي احنا شفناه قبل قليل هو عبارة عن اول ثلاث بايتات لازم يكونوا كلهن 1، البايت الاخير anything x بكون anything. 255 لما مثلا 255 الاولى لما نيجي نمثلها راح تكون 8 ones، والثانية ايضا 8 ones، الثالثة 255 a ones، فيعني هاي 255 وهاي كذلك وهاي كذلك والباقي صفر. فعشان احصل على النتورك اي دي، يعني تلقائيا حسب ما اخذنا في المرات الماضية انه في الكلاس سي اول ثلاثة هني بيكون اول ثلاثة بايت هني راح يكون عبارة عن النتورك اي دي، واللي هي مثل ما بنشوف 192.168.5. بس الكمبيوتر لما بيقوم بعملية تحديد النتورك اي دي راح يقوم بعملية بنسميها عملية اند، هي باللوجيكال اند واور اكس اور اكس نور وهكذا. عملية الاند تقدر تقول هي عبارة عن عملية ضرب multiplication فقط. فبيجي بضرب مثلا الواحد اللي هون بالواحد بيطلع واحد. طبعا باختصار الاند لها اربع احتمالات، 0 ضرب 0 0 حط اشارة اند، هذا اند 0 ب 1 0 1 ب 0 0. الحالة الوحيدة بيكون فيها 1 لما يكون مضروب 1 مضروب ب 1. الحالة الوحيدة بيكون فيها القيمة 1 لما يكون 1 مضروب في 1. فهون بنلاحظ انه لما يكون معمول عملية اند مع كل هالوحايد معناته العدد المضروب فيه راح ينزل كما هو. لاحظ انه هذا الجزء اللي هو الجزء اللي بيمثل 192 بالباينري مضروب بهاي المجموعة راح يكون يعني وكأنه مضروب عملية اند، الناتج راح يساوي هاي القيمة اللي هي 192 نفس القيمة العليا. كذلك الأمر بالنسبة للجزء الثاني اللي هو هنا بيمثل 168 مضروب بوحايد راح يطلع الناتج نفسه. كذلك الأمر الجزء الثالث اللي هو عبارة عن 5 مضروب بوحايد. الجزء الأخير اللي هو الصفر اللي هو الهون اللي هو عبارة عن للهوست المخصص للهوست، واللي قلنا بعطيني رينج من الصفر لل 255. الصفر بكون عنوان للاي دي نتورك اي دي، وال 255 برودكاست فبحط انا اكس معناها اني يعني اي عنوان. فلذلك بنحصل على انه نتورك اي دي هو اول ثلاثة بايت 192.168.5.0، والهوست اي دي هو اللي هو 23، يعني الهوست الجهاز بيهتم بال 23 واول ثلاثة راح يكونوا مشتركات. يعني لما يكون عندي مجموعة اجهزة ضمن هاي النتورك اي دي راح يكونوا مشتركين في اول ثلاث بايتات، وراح يكونوا فقط للاختلاف في اخر بايت. طيب سؤال هو بيجينا الان، طيب ليش الجهاز يقوم بعملية اند وصبنة ماسك؟ خلاص انا عندي اي بي ادرس بعمل تيست على انه شو عنوان شو اول بايت وبقسمه. اذا كان كلاس A بعتبر له انه اول بايت هو للنتورك اي دي، واذا كان من الكلاس B اول بايتين، واذا كلاس C بكون ثلاث بايتات. بنقول لكم هذا الامر غير عملي لانه احنا قبل قليل لما تكلمنا على الديفولت بالسلايد الماضي قلنا هاي ديفولت سبنة ماسك قابل للتعديل. ممكن انا اكون شغال على كلاس سي واستخدم صبنة ماسك 255 255 255 واجي هون احط رقم اللي هو مثلا 128 واعمل هذا صبنة ماسك. هذا راح ناخذ ان شاء الله في شيء اسمه سب نيتينج وشيء اسمه كمان سي اي دي ار. هذا ان شاء الله راح نعرفه في الفيديوهات القادمه. نكتفي الى هذا القدر ان شاء الله اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.